في يوم هادي في جامعه القاهره جينا النهارده عشان نشوف الكليه دي، كليه تخطيط عمراني. المفروض الكليه دي بتطلع المهندسين اللي بيبنوا ويخططوا للمدن الجديده، وعشان كده جايبين احد الطلبه من الكليه دي عشان يعرفنا ازاي نقدر نظبط المدن بتاعتنا. يلا بينا نشوفه. بقول لك يا ريس، محمد يادم بتاع التخطيط، تعرفوا؟ خشوا في جوه. ايه ده، انت بتدور عليا؟ يا راجل يا كوتش، عامل ايه؟ فينك؟ بقول لك احكي لي بقى، عرفني بنفسك الاول كده. محمد حسين يادم، كليه التخطيط الاقليمي والعمراني، الفرقه الخامسه، قسم التنميه العمرانيه الاقليمي. طب وبتدرسوا ايه في الكليه دي؟ بندرس، والله بندرس مستويات تخطيطيه على مستوى، من اول مستوى طبعا عالمي لغايه المستوى المحلي. ازاي انت بتحل المشاكل التخطيطيه الموجوده في مصر؟ ازاي بتحط رؤاك لكل القطاعات، اسكان اجتماعي، اقتصادي، عمراني، مرافق وبنيه اساسيه؟ ازاي بتحل كل المشكلات دي؟ طب المدن بتاعتنا ايه المشاكل اللي فيها بشكل عام، يعني اللي موجوده في موضوع التخطيط؟ مثلا عندك القاهره واسكندريه، كل المناطق اعظم بتمثل نسبه كبيره قوي من سكان مصر، هي المناطق الحضريه. عندك بقى مشكله العشوائيات، عندك 65% من القاهره عشوائيات. طب لو المشاكل دي موجوده يبقى ايه فايده الكليه؟ يعني ايه الفرق ما بين اللي بتدرسه في الكليه وما بين اللي بيحصل في الواقع؟ والله في فجوه ما بين المخططات المرسومه والمخططات المنفذه، ان ما حصلش تخطيط من زمان، فطبعا ظهر انت عندك العمران السيء ده الفقير بكل مشاكله. طب هقول لك على حاجه حلوه. قول. احنا ناخد بعضينا ونروح اي منطقه ونشرح الكلام ده عملي عشان انا افهم والناس تفهم. يلا نمشي. يلا بينا. يلا. طب احنا جبناك اهو في وسط المشكله عشان نبقى ايدينا على الموقف. احكي لي بقى ايه المشاكل اللي انت ممكن تشوفها في مكان زي ده. بص يا ابراهيم، ابرز المشكلات اللي انت شايفها طبعا وكل الناس شايفاها عمليه التكدس الرهيب والازدحام المرور القوي اللي في المنطقه. تاني حاجه عشوائيه الاستعمالات. طب احنا عندنا، يعني انا مثلا شايف الحته هنا هي واقفه والناس غالبا راكنه في اليوترن، يعني انا مش فاهم اللي بيحصل هنا. شايف انت كل الناس واقفه هنا بتركب ليه، مع ان انت عندك الموقف في نسبه اشغال بس 20%، 80% فاضي. طب ما نقف نركب منه، او الناس طب ما تمشي تبعد بعيد عن الميدان وتركب بعد ما تركب من بعد مدينه الطلبه. تاني حاجه، الناس اللي هي بتنزل من على الكوبري ما توقفش تنزل الكوبري، لا توقف بعد 100 متر من الكوبري اللي هو المنطقه ينزل ميت كوب بعد كليه الزراعه. أي. تاني حاجه، الناس اللي بتقف هنا اما نوقفهم برضو في الموقف اللي هو بعد 100 متر، او نعمل لهم بقى حاجتين. الناس اللي هي ممتده بتاع الاستعمالات هنحدد لها زون مخصص بيها، نطاق مخصص، بعد كده العربيات هيبقى ليها موقف مخصص، بعد كده بقى في طريق اللي هو بقى يبقى في دفه او دفه شغاله على طول ما توقفش، ما فيش حد يقف فيها. دلوقتي انا كحكومه وعايز انفذ الحل بتاعك، تمام؟ ايه اللي انا بعمله؟ انا بشوف مشاكل السواقين اولا، مشاكل الناس قبل السواقين كمان، ايه مشكلاتكم في الموضوع ده او مشكلاتكم في المنطقه، اخد رايهم واسمع راي السواقين، بعد كده ابدا احل الحلول بتاعتي، حل يرضيهم ويرضيني انا ويرضي المواطن اللي هو بينزل على ميدان الجيزه، لان ده ميدان من اهم مدن مصر. فانا لازم اخد راي الناس اللي واقفه دي طبعا كلها. ده اسمه التخطيط بالمشاركه، ده اهم حاجه في التخطيط.